طبعا سعيد ان انا موجود النهارده في مؤتمر اعلان عن نادي زد. شفت رؤيه واستراتيجيه مختلفه لما انس ساويرس بيتكلم واحمد دياب وهيثم والنجوم الكبار النهارده اعضاء مجلس الاداره. شفت رؤيه مختلفه للانديه المصريه، ناس بتركز على صناعه الرياضه مش كره القدم بس، ناس بتركز على العلم الحديث في اداره كره القدم والرياضه. بيتكلموا عن ان اهداف النادي، وده شيء رائع جدا وعجبني جدا، اهداف النادي انها انه يفرخ نشء ومواهب من كافه محافظات مصر، وانه يساعد في احتراف اللاعبين المصريين في الخارج، ونكرر تجارب محمد صلاح ونجومنا الكبار وتريزيجيه وحجازي والنني والمجموعه دي كلها، ويبقى عدد كبير جدا من اللاعبين المصريين موجودين في انديه اوروبا وانديه العالم. فأنا شفت استراتيجية محترمة جدا ورائعة جدا ومعتمدة على الإدارة الحديثة، فأتمنى إن شاء الله ليهم التوفيق، ولازم الإعلام كله يكون داعم لهذه التجربة لأنها تجربة جديدة على مصر، وحيقابلوا مشاكل وأزمات وتحديات لكن هم قدها وقدود بإذن الله. بقول لجمهور مصر كله، جمهور العظيم سواء جمهور النادي الأهلي أو الزمالك أو أي نادي في مصر، بقول إن الرياضة هي أخلاق وهي منافسة شريفة، وفي كل مباراة في فائز وفي مهزوم، وفي كل مباراة في منافسة لابد أن نعكس البعد الحضاري بتاعها. مصر دولة كبيرة، دولة عريقة، دولة عظيمة، الدنيا كلها بتتابع هذه المباراة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، دي الأول مرة يلتقوا في النهائي، فلازم نعكس المكانة الطبيعية لمصر، المكانة الطبيعية لجمهور الأهلي، المكانة الطبيعية لجمهور الزمالك. بقول لكل الجمهور المصري، كاس أبطال دوري، كاس أبطال أفريقيا موجود في مصر دلوقتي خلاص، يعني هو راح للزمالك فهو راح لمصر، راح للأهلي فهو راح لمصر، مصر هي كسبانة، فلابد أن نعكس هذه الحالة وأن نجسد هذه الحالة ونكون أكثر قدرة على الارتقاء بأنفسنا عن فكرة التعصب. وأنا بحيي السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللي شرفنا في مصر ولا كرة في ندوة، بحييه على الحملة الرائعة جدا، حملة مصر أولا للتعصب، وبعتقد أنها تؤتي ثمارها. نحتفل كلنا بهذا الحدث الرائع جدا، نحتفل مع بعض بأن مصر الناديين كبار فيها، أكبر ناديين في أفريقيا ومن أندية العالم الكبيرة الأهلي والزمالك، إنهم الاثنين بيتنافسوا على هذا الكأس ما راحش بره. ففي الأول وفي الآخر نقول مبروك للفائز وهارد لك للخسران، والخسران هيكسب المرة الجاية، وهكذا هي دي كرة القدم. فريقين بيتقابلوا، جمهورين وراهم، الاثنين بيشجعوا بتحضر وبروح رياضية، وفي الآخر مصر هي كسبان. للأسف بقول إن الإعلام الرياضي وهم كلهم زملاء أعزاء، بقول إن هو للأسف خلال الفترة الماضية كان مساهم بشكل كبير جدا في ازدياد التعصب لدى الجماهير. بقول إن رسالة الإعلام الأساسية ودور الإعلام الأساسي أن يرتقي بلغة الحوار في المجتمع، أن يلتقي بالأخلاقيات في المجتمع، أن يرتقي بالقيم والمبادئ في المجتمع، مش إن احنا ننزل لمستوى ضحل في الحديث في البرامج الرياضية والإعلام الرياضي. فده ينعكس على الجمهور وينعكس على البلد. احنا دولة كبيرة، من حقنا يكون عندنا إعلام رياضي أكثر إيجابية، أكثر فهما لدور الإعلام، أكثر رؤية لدوره في المجتمع، وأن يرتقي بالجمهور، وأن يجعل الحوار الرياضي حوار ملتزم بقواعد اللعبة نفسها اللي موجودة في العالم كله. أتمنى من الإعلام الرياضي أن يعكس ويجسد ويجذر حالة التحضر اللي احنا بننشد ليها كلنا.